التحليل الجزائري والمتابعة الجزائري والصحفي الجزائري. لذلك ليس هناك منتخب صغير ومنتخب كبير، هناك نهائيات والدليل آخر يعني تجربة لنا في كأس إفريقيا لم نخرج من الدور الأول أمام الكاميرون أو كوت ديفوار أو مصر أو السنغال، خرجنا يعني من الدور الأول أمام يعني منافسين يعني على الأقل على الورق لم يكونوا بذلك المستوى الذي تخيلناه. هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، الذي يتحدث ربما على بوركينا فاسو وكأنها هي التي سوف تشكل عائق بالنسبة للمنتخب الجزائري، أذكرهم بأن منافس الجزائر اليوم منافس الخضر اللي هو الرأس الأخضر فاز على بوركينا فاسو بثلاث أهداف مقابل هدف، ولو أن في كرة القدم فاروق وناصر يدركان بأن ليست هناك مباراة تشبه مباراة أخرى، لكن هذا في ميزان كرة القدم مهم جدا. المنافس الذي صفعناه بخماسية اليوم أطاح ببوركينا فاسو بثلاث أهداف كاملة، لذلك ليست بوركينا فاسو التي تبارت معنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، المستويات ترتقي وتضمحل ويعني تنزل وما إلى ذلك. ملاحظة أخرى، البعض يتحدث على القرعة وعلى مستويات المجموعة التي وقعنا فيها، أنا أحدثك على شيء آخر. رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي كان متواجد في كوت ديفوار وحضر القرعة، تدري لماذا؟ فضل عدم الذهاب إلى قسنطينة وأخذ صور في قسنطينة كملعب جميل، تحاشى هذا المكان وذهب مباشرة إلى كوت ديفوار. أعود إلى من زيوريخ إلى أبيج، أعود إلى اللقاء الذي جمع الرجلان، الذي جمع وليد صادي بجمال بلماضي، اتفق خلال ذلك اللقاء على ضرورة الانتشار، الناخب يذهب بكتيبته إلى قسنطينة للمباراة، ورئيس الفيدرالية يذهب من زوريخ إلى أبيجو لحضور القرعة، ليس أيضا كحضور للحضور، الرجل في تنسيق مع جمال بلماضي مباشرة بعد الإعلان عن المجموعة التي وقعت فيها الجزائر، انطلق وليد صادي في ربط العلاقات ليبحث عن رؤساء فيدراليات بعض المنتخبات لكي يبرمج بعض اللقاءات الودية للناخب الوطني في صورة الفرق أو المنتخبات التي يعني أوقعتنا فيها القرعة. وأعطيك معلومة أخرى، الرجل يعمل على المشاركة في دورة دولية إفريقية مع منتخب كبير سوف يحتضن تلك الدورة، وسوف تكون الجزائر حاضرة بنسبة كبيرة في هذه الدورة ليمكن توقيت. هذا هو الأهم. إيه. هذا هو الأهم. توقيت فريد. توقيت يعني بعد مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم. صومال. وأيضا اتفق الوليد مع جمال، اتفق على اختيار البلد الذي سوف يحتضن التربص الأخير قبيل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا، ووعد رئيس الفيدرالية الناخب الوطني بأن ما عليه إلا أن يشير على هذا البلد أو ذاك ليوفر له كل الإمكانيات بالمباريات الودية. واليوم وليد صادي وهو متواجد في أبيجو ربط العلاقات مع رؤساء الفيدراليات التي سوف يختارها جمال لكي نتبارى وفق أسلوب اللعب. أنغولا لا تشبه موريتانيا، وموريتانيا لا تشبه بوركينا فاسو. سوف نحاول البحث عن منافسين لنتبارى معهم في هذا السياق، سياق برتغالي بالنسبة لأنغولا، سياق يعني بالنسبة لبوركينا فاسو، وسياق آخر بالنسبة لموريتانيا. بهذه الأمور وبهذه التفاصيل المفصلية نستطيع أن ندفع بهذا المنتخب لكي يكون في أحسن حالة قبيل انطلاق كأس إفريقيا في أبيجو.